بران غادرت مجموعة الصيد مع مطلع الفجر، فقد كان الملك يرغب في أن يتناول خنزيرا بريا في مأدبة الليلة. خرج الأمير جوفري مع أبيه، فسمح لروب بالانضمام إلى الصيادين بدوره، ومعهم خرج العم بينجين وجوري وثيون غريجوي والسير رودريك وحتى شقيق الملك الصغير الغريب. كان هذا صيدهم الأخير على كل حال، وفي الغد يبدأون التحرك جنوبا. ترك بران في وينترفيل مع جون والفتاتين وريكون، لكن ريكون كان مجرد طفل صغير والفتاتان مجرد فتاتين، بينما لا أثر لجون وذئبه. لم يحاول بران أن يبحث عنه كثيرا، وخطر له أنه غاضب منه. في الحقيقة كان جون يبدو حانقا على الجميع هذه الأيام، وبران يجهل السبب. إنه ذاهب مع العم بين إلى الجدار لينضم إلى حرس الليل، وهذا في حد ذاته يكاد يدعو للابتهاج كالذهاب إلى الجنوب. كان روب هو الوحيد الذي سيظل في مكانه بلا حراك، وليس جون. منذ أيام وبران يكاد لا يطيق صبرا حتى تبدأ رحلتهم جنوبا. سيقطع طريق الملوك على متن حصان خاص به، وليس حصانا قزما بل حصانا حقيقيا، وسيصبح أبوه يد الملك، ويقيمون جميعا في القلعة الحمراء في كينجز لاندنج، القلعة التي شيدها سادة التنانين. كانت العجوز نان قد قالت له إن ثمة أشباحا تعيش هناك، وزنازين جرت فيها أشياء مريعة حقا، ورؤوس تنانين معلقة على الجدران. كان بران يرتجف لمجرد التفكير في هذا، لكنه لم يكن يشعر بالخوف، وأن له أن يخاف. سيكون أبوه معه والملك بكل ما لديه من فرسان ومقاتلين. سوف يصير بران نفسه واحدا من فرسان الحرس الملكي ذات يوم. إنهم أبرع مبارزين في البلاد كلها كما قالت العجوز نان. لم يكن هناك غير 7 منهم يرتدون الدروع البيضاء، وليس لهم زوجات أو أبناء، وإنما يعيشون لخدمة الملك فحسب. كان بران يعرف كل القصص التي تروى عنهم، وأسماؤهم كان لها وقع الموسيقى على أذنيه. سيروين ذو الترس، السير ريام رودوين، الأمير آيمون، الفارس التنين، التوأمان السير إيريك والسير أريك، اللذان ماتا كل منهما بسيف الآخر منذ مئات السنين عندما قاتل الأخ أخته خلال الحرب التي أطلق عليها المغنون اسم رقصة التنين. الثور الأبيض جيرولد هاي تاور، السير آرثر داين سيف الصباح، بارستان الباسل. 2 من الحرس الملكي جاء مع الملك روبرت إلى الشمال، وقد راقبهما بران بافتنان دون أن يجرؤ مرة على التحدث إليهما. كان السير بوروس رجلا أصلع ذا لغد كبير، والسير مرين ذا عينين كئيبتين ولحية بلون الصدأ. أما السير جيمي لانستر فبدا كالفرسان الذين تحكي عنهم القصص. هو أيضا كان من فرسان الحرس الملكي، لكن روب قال إنه قتل الملك المجنون بيده، ولذا لا ينبغي أن يحسب كواحد منهم. كان أعظم فارس موجود على قيد الحياة الآن هو السير بارستان سيلمي، بارستان الباسل قائد الحرس الملكي. كان أبوه قد وعد بأنهم سيلتقون بالسير بارستان لدى بلوغهم كينجز لاندنج. وهكذا ظل بران يحصل أيام على جدار غرفته، وكله لافى على أن يغادر ويرى العالم الذي يسكن أحلامه ويبدأ حياة يكاد لا يتخيلها. على أن شعورا بالضياع انتابه فجأة مع حلول اليوم الأخير، فوينترفيل كانت الوطن الوحيد الذي يعرفه. كان أبوه قد قال له إن عليه أن يودع من يرغب في توديعهم اليوم، ولقد حاول بالفعل. بعد خروج مجموعة الصيد تجول بران في أرجاء القلعة وذئبه إلى جانبه، وفي نيته أن يزور كل من سيظل هنا: العجوز نان، جيج الطاهي، ميكن الحداد في ورشته، هودور صبي الاسطبل دائم الابتسامة الذي يعتني بحصانه القزم ولا يقول شيئا أبدا غير كلمة هودور،
عامل الدفيئة الزجاجية الذي كان يعطي حبة من التوت الأسود كلما ذهب لزيارته. لكن شيئا آخر حدث بدلا من ذلك. ذهب بران إلى الإسطبل أولا ورأى حصانه القزم في مربطه كما اعتاد أن يفعل، مع الفارق هذه المرة أنه لم يعد حصانه القزم، لأنه سيحصل على حصان حقيقي ويترك الحصان القزم هنا. على حين غرة انتابت بران الرغبة في الجلوس في مكانه والانفجار في البكاء، فدار وهرع مبتعدا من أمام هودور وبقية صبيان الإسطبل قبل أن يرى أيهم دموعه. كانت هذه نهاية جولة الوداع، وبدلا من القيام بها قضى بران الظهيرة وحده في أيكة الآلهة، محاولا بلا طائل أن يدرب ذئبه على أن يأتي له بالعصي التي يلقيها. كان الذئب الصغير أذكى من كل الكلاب في وجار كلاب أبيه، وكان بران ليقسم أنه يستوعب كل كلمة يقولها له، لكنه أبدى القليل جدا من الاهتمام بمطاردة العصي. كان لا يزال يحاول الاستقرار على اسم الذئب. روب أطلق على ذئبه اسم جراي ويند لسرعته الكبيرة في العدو، وأطلقت سانزا على ذئبتها اسم ليدي، بينما سمت آريا ذئبتها على اسم الملكة الساحرة القديمة التي تذكرها الأغاني، وسمى ريكون ذئبه شاجي دوغ، وهو الاسم الذي اعتبره بران شديد السخف بالنسبة لذئب رهيب. ذئب جون ذو اللون الأبيض كان اسمه جوست، ولقد تمنى بران لو أنه فكر في هذا الاسم أولا، على الرغم من أن ذئبه لم يكن أبيض. منذ أسبوعين كاملين وهو يفكر في 100 اسم، ولا اسم منها بدا صالحا على الإطلاق. في النهاية شعر بالسأم من لعبة العصي وقرر أن يذهب للتسلق. إنه لم يتسلق البرج المكسور منذ أسابيع مع كل ما يدور هنا، وقد تكون هذه فرصته الأخيرة. انطلق يقطع أيكة الآلهة مختارا أن يسلك الطريق الأطول ليتلافى البركة التي تنبت منها شجرة القلوب، لطالما أخفته تلك الشجرة. ليس من المفترض أن تكون للأشجار عيون أو أوراق تبدو كالأيدي. انطلق ذئب في أعقابه، وعند بلوغهما قاعدة شجرة الحارس الواقعة بالقرب من جدار مستودع السلاح، قال له بران آمرا: ابقى هنا. نعم هكذا، اجلس. أطاع الذئب الأمر وحكه بران وراء أذنيه، ثم دار ووثب ليتعلق بفرع منخفض من شجرة الحارس، ثم دفع نفسه إلى أعلى. كان قد تسلق الشجرة حتى منتصفها تقريبا، وأخذ يتحرك بسهولة من فرع إلى آخر عندما نهض الذئب على قوائمه وبدأ يعوي. نظر بران إلى أسفل فصمت ذئبه وحدق فيه بعينيه الصفراوين المشقوقتين، وشعر بران بقشعريرة تسري في جسده. ثم إنه بدأ يتسلق من جديد، ومن جديد بدأ الذئب يعوي، فصاح فيه: اصمت، اجلس في مكانك، أنت أسوأ من أمي. طارده العواء وهو يتسلق الشجرة حتى قمتها، إلى أن وسب منها أخيرا على سطح مستودع السلاح وغاب عن الأنظار. كانت أسطح الأبنية في وينترفيل هي بيت بران الثاني. كثيرا ما كانت أمه تقول إنه تعلم التسلق قبل أن يتعلم المشي، وبران لم يكن يذكر متى بدأ يمشي، لكنه لم يكن يذكر متى بدأ يتسلق كذلك، فافترض أن ما تقوله صحيح. بالنسبة لولد في سنه كانت وينترفيل متاهة من الأحجار الرمادية، من أسوار وأبراج وساحات وأنفاق تمتد في جميع الاتجاهات. في الأجزاء الأقدم من القلعة كانت القاعات والغرف مائلة إلى أعلى وأسفل بحدة تجعلك لا تعرف في أي طابق تقف بالضبط. أخبره المايستر لوين ذات مرة أن المكان قد نما على مر القرون كشجرة عملاقة من حجر، فروعها كثيفة متشابكة وجذورها تبلغ أعماق الأرض. عندما يخرج من المتاهة ويصعد إلى أعلى ليصير قاب قوسين أو أدنى من السماء، كان بران يرى وينترفيل كلها بنظرة واحدة. كان يحب كيف تبدو منبسطة من تحته، ولا شيء غير الطيور يدور فوق رأسه، بينما تمضي الحياة بوتيرتها المعتادة في القلعة في الأسفل، فيقضي ساعات جاثما بين الكراجل عديمة الشكل التي أبلتها الأمطار وهي تطل على هذه المنطقة من وينترفيل
المعروفة باسم القلعة الأولى، تراقب كل شيء. الرجال يتمرنون بالفولاذ والخشب في الساحة، الطهاة يعتنون بالخضروات في الصوب الزجاجية، الكلاب الضجرة تجري هنا وهناك في أوجرتها. صمت أيكة الآلهة، الفتيات يتهامسن ويتبادلن النميمة عند بئر الغسيل. كان المشهد يشعر بأنه سيد هذه القلعة على نحو لا يستطيع روب نفسه تصوره أبدا. هكذا تعلم بران أسرار القلعة. لم يمهد البناؤون التربة حتى، فبدا كأن وينترفيل تحوي تلالا ووديانا كاملة وراء أسوارها. كان هناك جسر مغطى يمتد من الطابق الرابع في برج الجرس عبر الطابق الثاني للمغدفة، والمغدفة عبارة عن قفص كبير بمثابة عش لطيور الغداف. كان بران يعرف هذا، ويعرف أيضا أنك تستطيع أن تدخل السور الداخلي من البوابة الجنوبية، ثم تصعد ثلاثة طوابق وتجري حول وينترفيل كلها في نفق ضيق محفور داخل أحجار السور، ثم تخرج منه في الطابق الأرضي عند البوابة الشمالية، وفوقك سور يرتفع 100 قدم. كان بران مقتنعا بأن المايستر لوين نفسه لا يعرف ذلك. كانت أمه دائما تخاف من فكرة مجيء يوم يسقط فيه بران من فوق أحد الأسوار ويقتل نفسه. أكد لها أن ذلك لن يحدث، لكنها لن تصدقه. وفي مرة جعلته يعدها بأن يظل على الأرض ولا يتسلق أبدا، وطوال أسبوعين تقريبا استطاع الحفاظ على وعده، وهو يشعر بالبؤس مع كل يوم يمضي، إلى أن خرج من نافذة غرفته ذات ليلة وإخوته نيام. في اليوم التالي تغلب عليه الشعور بالذنب واعترف بجريمته، فأمره اللورد إيدارد بالذهاب إلى أيكة الآلهة لتطهير نفسه، ووقف الحراس ليتأكدوا من أنه قضى ليلته في التفكير في عصيانه. في الصباح التالي كان بران قد اختفى، وبعد بحث طويل عثروا عليه أخيرا وقد غاب في نوم عميق فوق أعلى أفرع أعلى شجرة حارس في الأيكة. على الرغم من غضبه لم يسع أباه إلا أن يضحك، وقال لبران عندما أنزلوه: أنت لست ابني، أنت سنجاب، ليكن، إذا كان عليك أن تتسلق فتسلق، لكن حاول ألا تدع أمك تراك. وبذل بران قصارى جهده كي يخفي عنها حقيقة أنه لا يزال يتسلق، لكنه لم يحسب قط أنها انخدعت حقا. هكذا، وبما أن أباه لم يمنعه من التسلق، سعت أمه لطلب المساعدة من الآخرين. حكت له العجوز نان عن ولد صغير سيء الخلق تسلق عاليا جدا فصعقه البرق، وكيف جاءت الغربان بعدها لطفق عينيه. لم تؤثر الحكاية فيه على الإطلاق. أعشاش الغربان كانت كثيرة فوق البرج المكسور، حيث لم يكن أحد سواه يذهب، وأحيانا كان يملأ جيوبه بالذرة قبل أن يتسلق، وكانت الغربان تأكلها من يده مباشرة، ولم يبدي أحدها أدنى رغبة في فقع عينيه. بعدها صنع المايستر لوين ولدا صغيرا من الفخار ووضع عليه ملابس بران، ثم ألقى به من فوق السور إلى الساحة في الأسفل ليشرح له ماذا سيحدث إذا سقط هو. كانت التجربة مسلية حقا، لكن بران اكتفى بأن رمق المايستر قائلا باستهانة: إنني لست مصنوعا من الطامي، وعلى كل حال أنا لا أسقط أبدا. ثم لفترة كان الحراس يطاردونه إذا رأوه فوق الأسطح ويحاولون إنزاله، وكان هذا أمتع الأوقات على الإطلاق. كان كأنه يلعب لعبة مع إخوته، مع فارق أنه كان الفائز الدائم. لم يكن أي من الحراس يتمتع بنصف براعة بران في التسلق، ولا حتى الجوري. لم يكن أحدهم يلمحه أغلب الوقت على كل حال، فالناس لا ينظرون إلى أعلى أبدا، وكان هذا من الأشياء التي يحبها في التسلق، أنه يكاد يجعله خفيا. كان يحب شعور التسلق نفسه كذلك. كيف يرفع نفسه أعلى جدار ما حجرا حجرا، وأصابع يديه وقدميه غائصة في الصدوع الصغيرة بين الأحجار؟ كان يخلع حذاءه دائما ويتسلق حافي القدمين، وكان هذا يشعره كأنه يملك 4 أيد بدلا من 2. كان يحب الوجع العميق العذب الذي يظل في عضلاته بعدها، ويحب أن على هذا الارتفاع للهواء مذاق بارد حلو كالخوخ الشتوي. أحب الطيور كذلك، الغربان في البرج المكسور
والعصافير الصغيرة التي اتخذت من الشقوق بين الأحجار أعشاشا لها، والبومة العجوز التي تنام في الشرفة المغبرة فوق مستودع السلاح القديم. كان بران يعرف كل تلك الطيور، لكن أكثر من أي شيء آخر كان بران يحب الذهاب إلى الأماكن التي لا يستطيع غيره الذهاب إليها، ومشاهدة وينترفيل الممتدة من تحته كما لا يراها أحد آخر. ولهذا كانت القلعة كلها بمثابة مخبأ بران السري. وجهته المفضلة كانت البرج المكسور الذي كان ذات يوم أطول برج حراسة في وينترفيل كلها. منذ زمن طويل، قبل 100 عام أو أكثر من مولد أبيه نفسه، هوت صاعقة على البرج وأشعلت فيه النيران، وانهار ثلثه العلوي إلى الداخل، ولم يعد بناؤه بعدها. أحيانا كان أبوه يرسل صيادي الجرذان إلى قاعدة البرج لتنظيفه من الأوكار التي كانوا يجدونه دوما بين غابة الأحجار الساقطة والدعائم المحترقة، لكن بخلاف بران والغربان لم يكن هناك من يصعد إلى القمة الخاربة الآن. كان يعرف سبيلين إلى هناك، يمكنك أن تتسلق جانب البرج نفسه إلى أعلى، لكن الأحجار كانت مخلخلة أكثر من اللازم وقد استحال الملاط الذي ثبتها معا إلى تراب منذ زمن طويل، وبران لم يكن يحب أن يضع كامل ثقله عليها. السبيل الأفضل يبدأ من أيكة الآلهة، حيث تتسلق شجرة الحارس الطويلة هناك، ثم تعبر من سطح إلى سطح فوق مستودع السلاح وقاعة الحرس، وأن تحاف القدمين كي لا يسمعونك فوق رؤوسهم. يفضي بك هذا إلى البقعة العمياء من القلعة الأولى، الجزء الأقدم من وينترفيل الذي يضم حصنا صغيرا أكثر ارتفاعا مما يبدو. لا يعيش هناك الآن غير الجرذان والعناكب، لكن الأحجار لا تزال صالحة للتسلق، ويمكنك أن تصعد مباشرة إلى حيث تطل الكراجل العمياء على المساحة الفارغة في الأسفل، ثم تتأرجح من كرجل إلى آخر حول الحصن حتى تبلغ جانبه الشمالي، ومن هناك تمد يدك تماما وتسحب نفسك إلى البرج المكسور الذي يميل في هذه البقعة. الخطوة الأخيرة تتلخص في أن تتسلق أحجار العش المسودة التي ترتفع 10 أقدام لا أكثر، ثم ستجد الغربان في استقبالك تتساءل إن كنت قد أحضرت معك بعض الذرة. كان بران ينتقل من كرجل إلى آخر بالسلاسة التي علمتها إياه الممارسة الطويلة عندما سمع الأصوات. كانت المفاجأة قوية لدرجة أنه كاد يسقط فعلا، فطوال حياته وهو يعلم جيدا أن القلعة الأولى خاوية دائما، كان هناك صف من النوافذ تحته، والصوت يخرج من آخر نافذة على هذا الجانب، وكانت سمة امرأة تقول: كل هذا لا يروق لي على الإطلاق، من المفترض أن تكون أنت اليد. أجاب صوت الرجل بنبرة كسول: حاشا للآلهة، إنه شرف لا رغبة لدي فيه، وعمل أكثر مما أحب أن أمارس. تعلق بران في مكانه مصغيا وقد اعتراه الخوف فجأة من الاستمرار، فمن الوارد أن يلمح أحدهما قدميه وهو يمر بالنافذة. قالت المرأة: ألا ترى الخطر الذي يضعنا هذا فيه؟ روبرت يحب هذا الرجل كأخ. روبرت يكاد لا يهضم أخويه الحقيقيين، ولا ألومه في الحقيقة، ستانيس وحده كفيل بإصابة أي أحد بعسر الهضم. ألا تتظاهر بالحماقة؟ ستانيس ورينلي شيء، وإيدارت ستارك شيء آخر تماما. روبرت سوف يصغي لأي شيء يقوله له ستارك، عليهما اللعنة معا. كان ينبغي أن أصر على أن ينصبك أنت، لكني كنت متأكدة من أن ستارك سيرفض. ينبغي أن نعد أنفسنا محظوظين، كان من الجائز أن ينصب الملك أي من أخويه بسهولة، أو حتى ذلك المأفون الإصبع الصغير. أعطيني أعداء شرفاء بدلا من الطموحين، وسيكون نومي ليلا أكثر راحة. أدرك بران أنهما يتكلمان عن أبيه، وأراد أن يسمع المزيد 2 أقدام أخرى، لكنهما سيريانه إذا وثب من أمام النافذة لا شك. قالت المرأة: علينا أن نراقبه بحذر. أجابها الرجل بصوت ملول: أفضل أن أراقبك أنت،
عودي إلى هنا. لم يحدث أبدا أن اهتم اللورد إيدارد بأي شيء يجري جنوب العنق. أبدا أؤكد لك إنه ينوي التحرك ضدنا، وإلا فلما يترك معقل قوته؟ لمئة سبب: الواجب، الشرف، ولو ربما يطوق لأن يكتب اسمه بحروف بارزة في كتب التاريخ، أو أنه يريد الفرار من زوجته، أو للسببين معا. لعله يرغب في أن يشعر بالدفء لمرة في حياته. زوجته أخت الليدي آرن. من العجيب أن لايسا لم تكن موجودة هنا لتحيينا باتهاماتها. نظر بران إلى أسفل. كان هناك إفريز ضيق أسفل النافذة لا يتسع لأكثر من بوصات معدودة. حاول أن يدلي نفسه نحوه، لكن لا، إنه بعيد جدا ولن يستطيع بلوغه أبدا. إنك تقلقين أكثر من اللازم. ليس آرين ليست إلا بقرة خائفة. تلك البقرة الخائفة كانت تشارك جون آرين مضجعه. لو كانت تعرف أي شيء لكانت قد ذهبت إلى روبرت قبل فرارها من كينجز لاندينج. بعد أن وافقت بالفعل على أن ينشأ صبيها السقيم في كاستلي روك، لا أظن، فهي تعرف أن حياة الصبي كانت لا تصبح رهينة صمتها، لكنها قد تصير أكثر جراء الآن وهي آمنة على قمة العش. يا للأمهات، قال الرجل بلهجة جعلت الكلمة تبدو كشتيمة. أعتقد أن الولادة تفعل شيئا ما بعقولكن، كلكن مجنونات حقا. وأطلق ضحكة لاذعة ثم قال: دعي ليدي آرين تتجرأ قدر ما تريد، أيا كان ما تعرفه، أيا كان ما تحسب أنها تعرفه، فليس لديها دليل. وصمت لحظة قبل أن يضيف: أم أن لديها دليل؟ هل تحسب أن الملك سيحتاج دليلا؟ أقول لك أنه لا يحبني. وخطأ من هذا يا أختي العزيزة؟ تطلع بران إلى الإفريز، من الممكن أن يثب إليه. كان أضيق من أن ينزل عليه، لكن إذا أمكنه أن يقبض عليه وهو يمر به ثم يدفع نفسه إلى أعلى، مع أن هذا سيصدر ضجة تجذبهما إلى النافذة. لم يكن متأكدا من معنى ما يقال، لكنه كان يعرف أنه ليس من المفترض أن يسمعه. أنت أعمى كروبرت. إذا كنت تقصدين أني لا أرى الأشياء نفسها، فما أراه هو رجل يفضل الموت على خيانة ملكه. لقد خان ملكا بالفعل، أم أنك نسيت؟ نعم، لا أنكر أنه مخلص لروبرت وهذا واضح، لكن ماذا سيحدث بعد أن يموت روبرت ويجلس جوف على العرش؟ ومن الأفضل أن يحدث هذا عما قريب كي نكون جميعا في أمان. زوجي يزداد ضجرا مع كل يوم يمر، ووجود ستارك إلى جانبه سيجعل الأمور أسوأ. إنه ما زال واقعا في غرام الأخت، تلك الصغيرة عديمة اللون والطعم التي ماتت منذ 16 عاما. كم من الوقت إذن قبل أن يقرر أن يطرحني جانبا من أجل ليانا جديدة؟ كان الخوف قد تملك من بران تماما الآن، ولم يرغب في شيء لحظتها غير العودة من حيث جاء والعثور على أخويه الكبيرين. لكن ماذا عساه يقول لهما؟ عليه أن يقترب أكثر، عليه أن يرى المتكلمين. تنهد الرجل وقال: يجدر بك أن تفكري أقل في المستقبل وأكثر في متع اللحظة. كفى، صاحت المرأة، وسمع بران صوت لحم يلطم لحما، ثم ضحكة الرجل تتردد. سحب بران نفسه إلى أعلى وصعد فوق الكرجل، ثم زحف منه إلى السطح. كانت هذه هي الطريقة الأسهل. تحرك فوق السطح إلى الكرجل التالي الذي يقع فوق نافذة الغرفة التي يتكلمان فيها مباشرة. قال الرجل: كل هذا الكلام أصبح متعبا جدا يا أختاه، تعالي هنا واهدئي. جلس بران منفرج الساقين فوق الكرجل، وضغط ساقيه حول قدر الإمكان، ثم دل نفسه إلى أسفل بالعكس، فصار معلقا من ساقيه حول الكرجل، ثم مد رأسه إلى أسفل نحو النافذة. كان العالم يبدو غريبا بالمقلوب، وامتدت الساحة من تحته بشكل يصيب بالدوار، والثلوج الذائبة لا تزال تبلل حجارتها. ثم نظر بران من النافذة. في داخل الغرفة كان هناك رجل وامرأة يتصارعان. كان كلاهما عاريا، ولم يتبين بران من هما. كان ظهر الرجل إليه،
وحجب جسده المرأة عن الأنظار وهو يدفعها إلى أعلى قبالة الحائط. سمع بران أصوات ناعمة تصدر منهما وأدرك أنهما يتبادلان القبلات. رقبهما بعينين متسعتين من الذعر غير قادر على التقاط أنفاسه. كان الرجل يضع يدا بين ساقيها، ولابد أنه كان يؤلمها في تلك البقعة لأنها بدأت تتأوه بصوت خفيض وقالت: توقف توقف. لكن صوتها كان ضعيفا مستسلما، ولم تحاول أن تدفعه بعيدا عنها. دفنت يديها في شعره، شعره الذهبي الكثيف، وجذبت وجهه إلى نهدها. رأى بران وجهها، كانت عيناها مغلقتين وفمها مفتوح تخرج منه آهة طويلة، وتأرجح شعرها الذهبي من جانب إلى جانب، ورأسها يتحرك إلى الأمام والخلف. لكن بران تعرف على الملكة. لابد أنه أصدر صوتا ما، لأن عينيها انفتحتا عن آخرهما فجأة وحدقت فيه مباشرة، ثم صرخت، وحدث كل شيء في لحظات معدودة. دفعت المرأة الرجل بعيدا بعنف وهي تصيح وتشير، وحاول بران أن يدفع نفسه إلى أعلى وهو ينحني بشدة ليبلغ الكرجل. كان يتحرك بعجلة شديدة، وحكت يداه الحجر الأملس بلا طائل، وانزلقت ساقاه من فرط ذعره، ووجد نفسه يسقط فجأة. للحظة شعر بالدوار يكتنف، والرؤية تتشوش في عينيه وهو يهوي مارا بالنافذة. ألقى يدا تتمسك بالإفريز لكنه أخطأ، ثم تمسك به باليد الأخرى وتأرجح بقوة على جانب المبنى. طردت صدمة التوقف أنفاسه كلها من صدره، وتدلى بران بيد واحدة يلهث، ثم برز الوجهان من النافذة من فوقه. الملكة. والآن تعرف بران على الرجل الواقف إلى جوارها، كان متشابهين كانعكاس في المرآة. قالت المرأة بحدة: لقد رآنا. هذا صحيح. بدأت أصابع بران تنزلق، فتمسك بالإفريز بيده الأخرى وانغرست أظفاره في الحجر الذي لا يلين. مد الرجل يده إليه قائلا: امسك بيدي قبل أن تسقط. أطبق بران على ذراع الرجل وتمسك به بكل ما لديه من قوة، فرفعه الرجل إلى الإفريز بينما قالت هي: ماذا نفعل؟ تجاهلها الرجل، كان قويا جدا، وببساطة أجلس بران على عتبة النافذة وقال: كم عمرك يا فتى؟ أجاب بران وهو يرتجف راحة: 7 أعوام. كانت أصابعه قد حفرت أخاديد عميقة في ذراع الرجل، فتخلى عنها بخوف مرتبك. رمق الرجل المرأة للحظات، ثم قال بمقت: يا للأشياء التي أفعلها من أجل الحب. ثم دفع بران من النافذة صارخا. هوى بران من النافذة على ظهره في الهواء المفتوح، لم يكن هناك أي شيء يتمسك به، واندفعت الساحة إلى أعلى لتلتقي به. وفي مكان ما على مسافة بعيدة تردد عواء ذئب، بينما حلقت الغربان حول البرج المكسور في انتظار الذرة. تيريون لانستر. في مكان ما في متاهة وينترفيل الحجرية الضخمة، أطلق ذئب عواءه، وظل الصوت معلقا فوق القلعة كراية حداد. رفع تيريون لانستر عينيه عن كتبه وارتجف. على الرغم من أن المكتبة كانت محجوبة عن الهواء ودافئة، ثمت شيء ما في عواء الذئاب ينتزعك من حاضرك ويلقي بك في غابة مظلمة في أعماق عقلك، فتجد نفسك تحاول الفرار من قطيع كامل بلا شيء يسترك. عندما عوى الذئب الرهيب مرة أخرى، أغلق تيريون الغلاف الجلدي الثقيل على الكتاب الذي كان يقرأه. مقالة عمرها 100 عام عن تغير الفصول كتبها مايستر ما، مات منذ زمن طويل. حجب تثاؤبه بظهر يده ورمق قنديل القراءة الذي يرتعش نوره، وقد كاد الزيت ينفد منه تماما بينما تسرب نور الفجر من النوافذ العالية. كان قد قضى الليل كله في القراءة، لكن هذا لم يكن بالشيء الجديد، فتيريون لانستر لم يكن أبدا من هواة النوم. شعر بساقيه متصلبتين على نحو مؤلم وهو ينزل ببطء عن الدكة، ودلكهما ليبعث فيهما شيئا من الحياة.
ثم عرج بتثاقل إلى الطاولة الأخرى التي غطى السبتون عليها في نوم عميق، وقد توسد كتابا مفتوحا أمامه. ألقى تيريون نظرة على العنوان: حياة المايستر الأكبر إيسيل ميور. طبعا قال بهدوء: كايل. فهب الشاب معتدلا وهو يطرف بعينيه بقوة ويشعر بالارتباك، وبلورة جماعته تتأرجح في حلقتها الفضية. سأذهب لأتناول إفطاري، ضع الكتب في أماكنها على الرفوف وتعامل برفق مع اللفافة الفالارية، فالرق جاف وهش للغاية. مخطوطة محركات الحرب لأريميدون نادرة جدا، ونسختكم هي أكمل نسخة رأيتها منها على الإطلاق. حملق كايل فيه وهو لا يزال نصف نائم، فكرر تيريون تعليماته بصبر، ثم ربط على كتف السبتون الشاب وتركه لواجباته. ملأ تيريون في الخارج رئتيه بهواء الصباح البارد، وبدأ نزوله المجهد على السلالم الحجرية شديدة الانحدار التي تلولبت حول برج المكتبة من الخارج. تحرك ببطء شديد، فالدرجات كانت مقطعة بحيث تكون مرتفعة وضيقة، بينما كانت ساقاه قصيرتين مقوستين. لم تكن الشمس المشرقة قد بلغت أسوار وينترفيل بعد، لكن الرجال كانوا قد بدأوا ممارسة عملهم بهمة في الساحة في الأسفل بالفعل. وتناهى إلى مسامع تيريون صوت الساندرو كليجن الخشن الآتي من أسفل يقول: الصبي يحتضر منذ مدة طويلة، ليته يموت بسرعة أكبر. ألقى تيريون نظرة إلى أسفل ورأى الرجل الملقب بكلب الصيد يقف مع الأمير جوفري، بينما تحرك مرافق الفرسان في كل مكان حولهما. قال الأمير: إنه يحتضر بصمت على الأقل، بينما الذئب لا ينفك يعوي بلا توقف. لقد نمت بالكاد ليلة أمس. كان كليجن يلقي ظلا طويلا على الأرض الصلبة، ومرافقه يثبت خوذته السوداء فوق رأسه. قال عبر مقدمة الخوذة المفتوحة: يمكنني أن أخرس الحيوان إذا شاء الأمير. وضع مرافقه سيفا طويلا في يده، فشق هواء الصباح به مختبرا ثقله، ومن ورائه دوى قرع الفولاذ بالفولاذ في أنحاء الساحة. بدت الفكرة طريفة للأمير فصاح: أرسل كلبا ليقتل كلبا، لا بأس. وينترفيل تعاني من وباء من الذئاب بالفعل، ولن يفتقد ألستارك واحدا منها. وثبت تيريون من على الدرجة الأخيرة إلى الساحة قائلا: أختلف معك يا ابن أختي، فألستارك يستطيعون العد بعد رقم 6 على عكس بضعة أمراء أعرفهم. تورد وجه جوفري خجلا، بينما قال ساندرو: الصوت يأتي من اللامكان. وتطلع عبر مقدمة خوذته المفتوحة حوله متظاهرا بأنه لا يرى تيريون، وأضاف: سمت أرواح في الهواء. ضحك الأمير كما يفعل دائما كلما أدى حارسه الشخصي تلك التمثيلية كان تيريون معتادا عليها، فقال: أنا هنا. خفض الرجل الطويل عينيه أرضا وتظاهر بأنه لاحظها أخيرا، وقال: سيدي الصغير تيريون، معذرة لم أراك، لست في مزاج لأهانتك اليوم. قالها تيريون ثم التفت مخاطبا ابن أخته: جوفري، لقد تأخرت في زيارتك للورد إيدرد والسيدة زوجته لتقدم لهما مواساتك. بدا جوفري شاكسا كأي أمير في سنه ويقول: وبما ستنفعهما مواساتي؟ قال تيريون: لن تنفعهما بشيء، لكنها متوقعة منك، ولقد لوحظ تغيبك بالفعل. قال جوفري: ابن ستارك لا يعني لي شيئا، كما أني لا أطيق نحيب النساء. مد تيريون لانستر يده وهوى بصفعة عنيفة مباغتة على وجه ابن أخته، فاكتست وجنته بحمرة عميقة، بينما قال تيريون بصرامة: كلمة واحدة وسأصفعك مرة أخرى. هتف جوفري: سأخبر أمي. وهوى تيريون على وجهه بصفعة ثانية، واحتقنت وجنة الصبي عن آخرهما. قال تيريون بلهجة آمرة: اخبر أمك، لكن أولا ستذهب إلى اللورد والليدي ستارك، وستسقط على ركبتيك أمامهما وتعبر لهما عن أسفك الشديد، وتقول إنك في خدمتهما إذا كان هناك أدنى شيء يمكنك تقديمه لهما ولأهلهما في هذه المحنة،
وإنك تصلي من أجلهم جميعا، مفهوم؟ بدأ الصبي كأنه على وشك البكاء، لكنه هز رأسه بفطور بدلا من هذا، ثم استدار واندفع مغادرا الساحة وقد وضع يده على وجنته، وتابعه التيريون بنظراته. سقط ظل على وجهه، فالتفت ليجد كليغن يرتفع فوقه كالجرف. كانت درعه السوداء كالسناج، تبدو كأنها لطخة على قرص الشمس، وكان قد خفض مقدمة الخوذة. كانت مدقوقة لتبدو ككلب صيد أسود، فغر فاه في زمجرة صامتة. كانت مخيفة الشكل حقا، إلا أن التيريون لطالما حسبها تحسينا على وجه كليغن المحترق البشع. قال كلب الصيد محذرا: الأمير لن ينسى هذا يا سيدي الصغير. وضحك لتحول الخوذة ضحكته إلى دمدمة فارغة. أجاب التيريون لانستر: أتمنى لا يفعل، كن كلبا مطيعا وذكره إذا نسى. ثم تطلع عبر الساحة وسأل: هل تعرف أين يمكنني أن أجد أخي؟ إنه يتناول إفطاره مع الملكة، قال التيريون. آه، وهز رأسه لساندرو كليغن بلا اكتراث، ثم ابتعد بأنشط خطوة تقدر ساقاه ناقصة النمو عليها، وبدأ يطلق صفيرا من بين شفتيه. كان يشعر بالشفقة على أول فارس يستثير أعصاب كلب الصيد اليوم، فمن المعروف عن الرجل أنه سريع الغضب حقا. كانت وجبة باردة كئيبة قد رصت في القاعة الصباحية في البيت الكبير، وجلس جيمي إلى المائدة مع سيرسي والطفلين يتكلمون بأصوات خفيضة. قال التيريون وهو يجلس إلى المائدة بلا دعوة: أما زال روبرت نائما؟ رمقته أخته بتعبير النفور الخافت المعتاد الذي اكتسى به وجهها منذ مولده، وقالت: الملك لم ينم على الإطلاق، إنه مع اللورد إيدرت لقد تأثر بمصيبتهم كثيرا. قال جيمي بابتسامة كسول: عزيزنا روبرت كبير القلب. أشياء قليلة جدا كان جيمي يتعامل معها بجدية، وكان تيريون يعرف هذا عنه ويغفره له. طوال سنوات طفولته الطويلة البغيضة كان جيمي الوحيد الذي أبدى نحوه النظر اليسير من العطف والاحترام، ولهذا كان تيريون على استعداد لأن يغفر له أي شيء تقريبا. اقترب أحد الخدم فقال له تيريون: خبز وواحدة من السمك الصغير وكوز من تلك البيرة الداكنة الممتازة تساعدني على البلع، وبعض اللحم المقدد احرقه حتى يصير أسود. انحنى الرجل وابتعد، وعاد تيريون يلتفت إلى أخيه وأخته، توأمان ذكر وأنثى، وهذا الصباح كان يلعبان دور التوأمين ببراعة تامة. كلاهما اختار ارتداء لون أخضر عميق كلون أعينهما، وصففت خصلاتهما الشقراء بعناية شديدة، بينما لمعت الحلي الذهبي على المعاصم والأصابع وحول الرقبتين. تساءل تيريون في قرارة نفسه عن حياته لو كان له توأم بدوره، ثم قرر أنه لا يحبذ أن يعرف الإجابة. من السيء بما فيه الكفاية أن يواجه نفسه في مرآة حية كل يوم. فكرة أن يكون هناك آخر منه كانت أكثر تنفيرا من أن يفكر فيها. تكلم الأمير تومان قائلا: هل لديك أنباء عن بران يا خالي؟ أجاب تيريون: لقد مررت بحجرة المرضى ليلة أمس، لكن لم يكن هناك تغيير. المايستر قال إنها علامة تدعو للتفاؤل. قال تومان بجبن: لا أريد أن يموت براندون. كان ولدا طيب القلب على عكس أخيه، وإن كانت جيمي والتيريون نفسهما شديد الاختلاف كذلك. قال جيمي متأملا: اللورد إيدارد كان له أخ اسمه براندون كذلك، كان أحد الرهائن الذين قتلهم تارجاريان، يبدو أن الاسم يجلب الحظ السيء. رد تيريون: ليس مثل هذا السوء بالتأكيد. جاء الخادم بالطبق ومزق تيريون قطعة من الخبز الأسمر، بينما تطلعت إليه سيرسي بحذر وقالت: ماذا تعني؟ منحها تيريون ابتسامة معوجة وقال: أعني أن أمنية تومان قد تتحقق، المايستر يحسب أن الصبي قد يعيش رغم كل شيء. ورشف من البيرة. أطلقت مارسيلا شهقة فارحة وارتسمت ابتسامة متوترة على وجه تومان، لكن عيني تيريون لم تكون على الطفلين.
النظرة الخاطفة التي تبادلها كل من جيمي وسيرسي لم تدم لأكثر من لحظة واحدة، لكنها لم تفته. ثم إن أخته قد خفضت عينيها إلى المائدة وقالت: هذه ليست رحمة، آلهة الشمال تلك القاسية حقا استترك طفلا في ألم شديد كهذا. سأله جيمي: ما الذي قاله المايستر بالضبط؟ قرمش تيريون اللحم المقدد ومضغ مفكرا لحظات ثم قال: إنه يحسب أنه لو كان الصبي سيموت لكان قد مات بالفعل، لكن 4 أيام كاملة مرت بلا تغير في الحالة. سألته مارسيلا: هل سيصبح بران أفضل؟ كانت تملك جمال أمها كله، لكن لا شيء من طبيعتها على الإطلاق. قال تيريون: إن ظهره مكسور يا صغيرتي، والسقطة حطمت ساقيه أيضا. إنهم يبقونه حيا بالماء والعسل، وإلا مات جوعا. من المحتمل إذا أفاق أن يأكل طعاما حقيقيا، لكنه لن يمشي ثانية أبدا. رددت سيرسي: إذا أفاق هذا محتمل؟ قال تيريون: الآلهة وحدها تعلم، المايستر لا يملك غير الأمل. ومضغ المزيد من الخبز قبل أن يضيف: يمكنني أن أقسم أن ذلك الذئب هو ما يبقي الصبي حيا. إنه يقف خارج نافذته ليل نهار ويعوي، وكلما طردوه عاد. قال المايستر إنهم أغلقوا النافذة مرة لحجب الضوضاء، وبدأ أن بران يضعف، وعندما فتحوها مرة أخرى صارت نبضات قلبه أقوى. قالت الملكة مرتجفة: سمت شيء غير طبيعي في تلك الحيوانات، إنها خطرة، ولن أسمح بأن يجيء أيها إلى الجنوب معنا. قال جيمي: سيكون هذا صعبا يا أختاه، الذئبتان الصغيرتان تتبعان الفتاتين في كل مكان. بدأ تيريون يلتهم السمك وقال: هل ستغادرون قريبا إذن؟ أجابت سيرسي: ليس بما فيه الكفاية. ثم إنها قد تبت جبينها ورددت: سنغادر؟ وماذا عنك؟ بحق الآلهة ألا تقل لي إنك ستبقى هنا؟ هزت تيريون كتفيه قائلا: بنجن ستارك عائد إلى حرس الليل مع نغل أخيه، وأفكر في أن أذهب معهما لرؤية ذلك الجدار الذي يتحاكى الجميع عنه. ابتسمت جيمي وقال: أتمنى أنك لا تفكر في تركنا وارتداء الأسود يا أخي العزيز. ضحك تيريون مجيبا: أنا أقضي بقية حياتي متبتلا؟ لو حدث ذلك لاعتزلت العاهرات أعمالهن وشحذنا في الشوارع من دورن إلى كاستلي روك. كلا كلا، إنني أريد فقط أن أقف على قمة الجدار وأتبول من فوق حافة العالم. هبت سيرسي واقفة وقالت بحدة: ليس من الضروري أن يسمع طفلاي قذاراتك. تومن، مارسيلا، هيا بنا من هنا. واندفعت مغادرة القاعة بخطوات واسعة وذيل فستانها وطفلها في أعقابها. تطلع جيمي لانستر إلى أخيه بعينيه الخضراوين الباردتين وقال: ستارك لن يوافق على ترك وينترفيل أبدا وابنه معلق على حافة الموت. قال تيريون: سيفعل إذا أمره روبرت، وروبرت سيأمره. ليس هناك شيء يستطيع اللورد إهدرد أن يفعله للصبي في جميع الأحوال. قال جيمي: يمكن أن يضع نهاية لعذابه. كنت لا أفعل هذا لو كان ابني، إنها رحمة. لا أنصحك بأن تقترح ذلك على اللورد إيدرد يا أخي العزيز، فلن يتقبله ببساطة. حتى لو عاش الصبي فسيعيش قعيدا، بل أسوأ من قعيد، سيكون مسخا. لا، أعطني ميتة نظيفة. أجاب تيريون بهزة من كتفيه أبرزت التواءهما وقال: أختلف معك في مسألة المسوخ تلك، الموت نهائي تماما ولا رجعة منه، بينما الحياة ملأة بالاحتمالات. ابتسمت جيمي قائلا: عفريت صغير منحرف أنت، أليس كذلك؟ قال تيريون: بلى بكل تأكيد، أتمنى أن يستيقظ الصبي، إنني مهتم حقا بمعرفة ما سيقوله. تخثرت ابتسامة أخيه كالحليب التالف وقال بلهجة قاتمة: تيريون يا شقيق العزيز، أحيانا تجعلني أتساءل في صف من أنت. كان فم تيريون مليئا بالخبز والسمك، فأخذ جرعة كبيرة من البيرة ليبلع كل هذا،
ومنح جيمي ابتسامة ذئبية وهو يجيب: جيمي يا شقيقي العزيز، إنك تجرحني حقا. أنت تعلم جيدا كم أحب عائلتي. جون. صعد جون السلالم ببطء محاولا ألا يفكر أن هذه قد تكون المرة الأخيرة على الإطلاق، وتحرك جوست إلى جواره بصمت. في الخارج كان الثلج يدور في الهواء بين بوابات القلعة، وضجت الساحة بالفوضى، لكن الهدوء والدفء كان يسودان على الجانب الآخر من الجدران الحجرية السميكة، لدرجة أن جون كان يجد الهدوء أثقل وطأة مما يفضل أصلا. بلغ البسطة ووقف في مكانه لفترة طويلة شاعرا بالخوف. حك جوست خطمه بيده فاستمد شيئا من الشجاعة من هذا، ومد قامته ودخل الحجرة. كانت الليدي ستارك هناك إلى جوار فراشه. إنها لم تتحرك خطوة من المكان ليلا أو نهارا منذ ما يقرب من أسبوعين، ولم تبارح بران لحظة. كانت قد أمرت الخدم بأن يأتوا لها بواجباتها ووعاء الفضلات هنا، بالإضافة إلى سرير صغير غير مريح تنام عليه، وإن كان الجميع قد قالوا إنها تكاد لا تنام البتة. كانت تطعمه بنفسها خليط العسل والماء والأعشاب الذي يحافظ على حياته. إنها لم تغادر مكانها مرة، وهكذا بقى جون بعيدا عن المكان. لكن الآن لم يعد هناك وقت. وقف عند الباب للحظة خائفا من أن يتكلم، خائفا من أن يدنو. كانت النافذة مفتوحة، وفي الأسفل تردد عواء ذئب جعل جوست يرفع أذنيه بانتباه لما سمعه. نظرت الليدي ستارك من فوق كتفها، وللحظة بدت كأنها لم تتعرف عليه، ثم إنها طرفت بعينيها أخيرا وقالت: ماذا تفعل هنا؟ كان صوتها محايدا خاليا من أي مشاعر على نحو غريب. أجاب جون: جئت لأرى بران لأودعه. لم تتبدل ملامحها، كان شعرها الكستنائي الطويل باهتا متشابك الخصلات، وبدت كأن السن قد تقدمت بها 20 عاما دفعة واحدة. وها قد فعلت، والآن اذهب. أراد جزء منه أن يفر من المكان فعلا، لكنه كان يعرف أنه قد لا يرى بران ثانية أبدا إذا فعل ذلك، فتقدم إلى الأمام بخطوة متوترة وقال: أرجوك. تحرك شيء بارد في عينيها وهي تقول: قلت لك أن تذهب، نحن لا نريدك هنا. كان هذا كفيلا بأن يجعله يسلم ساقيه للريح من قبل، بل وكان كفيلا بأن يجعله ينفجر باكيا كذلك، لكن ما شعر به الآن كان الغضب ولا شيء غيره. سوف يصير أخا تحت القسم في حرس الليل قبل مضي وقت طويل، وسيواجه مخاطر أسوأ كثيرا من كاتلين تالي ستارك. هكذا قال: إنه أخي، هل تريد أن أستدعي الحراس؟ قال جون بتحدي: استدعيهم، لكنك لا تستطيعين منعي من رؤيته. وقطع الحجرة بحيث ظل الفراش بينهما، وتطلع إلى بران حيث تمدد. كانت تحتضن يده، وبدت اليد كمخلب من فرط نحولها. لم يكن هذا بران الذي يعرفه، كان لحمه قد صار غثا للغاية، ولم يعد جلده يغطي شيئا غير عظام كالعصا، والتوت ساقاه من تحت الدثار بطريقة أصابت جون بالغثيان. كانت عيناه غائصتين في حفرتين سوداوين عميقتين مفتوحتين، لكن لا تريان شيئا. بشكل ما جعلته السقطة يتقلص، بدا كورقة شجرة شديدة الهشاشة ستطير إلى القبر مع هبوب أول ريح قوية. لكن تحت قفص تلك الأضلاع المحطمة الهزيل كان صدره يعلو ويهبط مع كل نفس ضحل يلتقطه. قال جون بخفوت: بران، سامحني لأني لم آتي من قبل، كنت خائفا. كان يشعر بالدموع الساخنة تجري على وجنتي، لكنه لم يعد يبالي. لا تموت يا بران، أرجوك، كلنا ننتظر أن تستيقظ، أنا وروب والفتاتان كلنا. كانت الليدي ستارك تراقبه، ولما لم تصدر اعتراضا افترض جون قبولها لكلامه. عوى الذئب الرهيب خارج النافذة مجددا، الذئب الذي لم ينل بران فرصة تسميته. قال جون: يجب أن أغادر الآن، العم بينجن ينتظرني،
سأذهب شمالا إلى الجدار ويجب أن نتحرك اليوم قبل نزول الثلج. تذكر كم كان بران مفعما بالحماسة لفكرة الرحلة، لكن فكرة أن يتركه هنا ويرحل كانت أصعب مما يحتمل. مسح جون دموعه ومال ليطبع قبلة خفيفة على شفتي أخيه. قالت الليدي ستارك بهدوء: كنت أريد أن يبقى هنا معي. رمقها جون بنظرة حذرة بينما لم تكن هي تنظر إليه وهي تتكلم، كانت تخاطبه، ومع ذلك بدأ أن جزءا منها كان لا يعي أنه موجود في الحجرة أصلا. وقالت بلهجة فاترة: صليت كي يبقى، فهو أقرب أولادي إليه. ذهبت إلى السبت وتوجهت بالدعاء 7 مرات لوجوه الآلهة 7 كي يجعل نيد يغير رأيه ويتركه هنا معي. أحيانا ما يستجاب الدعاء. لم يعرف جون بما يجيب، وبعد صمت غير مريح قال بتردد: لم تكن غلطتك. وجدته عيناها وكانت النظرة فيها مليئة بالسم وهي تقول: لست في حاجة إلى مغفرتك أيها النغل. خفض جون بصره، كانت تحتضن يد بران، فالتقط الأخرى واعتصر أصابعها التي ذكرته بعظام الطيور وقال: الوداع. كان عند الباب عندما سمعها تناديه بالاسم. كان حريا به أن يواصل الابتعاد، لكنها لم تناديه باسمه من قبل قط. التفت ليجدها ترمق وجهه كأنها تراه للمرة الأولى وغمغم: ماذا؟ قالت: كان ينبغي أن يكون أنت. وعادت تلتفت إلى بران وبدأت تنتحب وجسدها كله يرتجف بنشيج قوي. لم يكن جون قد رآها تبكي من قبل، وكانت مسيرته إلى الساحة في الأسفل طويلة. في الخارج سادت الفوضى والضجيج، العربات تحمل والرجال يزعقون والخيول تجهز وتشد عليها السروج وتقاد إلى الخارج. كان ثلج خفيف قد بدأ في السقوط، والجميع يتحركون بهرج ومرج مع تلهفهم للمغادرة. كان روب في قلب كل هذا يصيح بالأوامر مع أعلاهم مكان. كان يبدو أكثر نضجا مؤخرا، كأن سقط بران وانهيار أمه قد جعله أقوى بشكل ما. كان جراي ويند إلى جانبه كالمعتاد. قال روب: العم بنجن يبحث عنك، إنه يريد التحرك منذ ساعة. قالت جون: أعرف، سأذهب إليه بعد قليل. وتطلع حوله إلى صخب الساحة وقال: الرحيل أصعب مما توقعت. قال روب: هو صعب علي أيضا. كان الثلج في شعره قد بدأ يذوب بفعل حرارة جسده. هل رأيته؟ أومأ جون برأسه إيجابا دون أن يأتمن نفسه على الكلام، فقال روب: إنه لن يموت، أنا واثق من هذا. قال جون موافقا: من الصعب قتلكم حقا يا ألستارك. كان صوته خفيضا متعبا بعد أن سلبته الزيارة آخر قواه. أدرك روب أن ثمت شيئا ما على غير ما يرام فقال: أمي؟ قاطعه جون قائلا: كانت شديدة اللطف معي. بدأ أن الرد قد أراح روب فقال: عظيم. وابتسم مردفا: ستكون مدثرا بالأسود عندما أراك المرة القادمة. أجبر جون نفسه على الابتسام بدوره وقال: لطالما كان الأسود لوني المفضل، متى تعتقد أننا سنلتقي مجددا؟ قال روب: قريبا. وجذب جون إليه وعنقه بقوة ويقول: وداعا يا سنو. ضمه جون بقوة بدوره وقال: وداعا يا ستارك، اعتني ببران. سأفعل. قال روب وابتعد ليتبادل نظرة صامتة مرتبكة قبل أن يتكلم روب أخيرا ويقول: العم بنجن قال أن أرسلك إلى الإسطبلات إذا رأيتك. قال جون: ما زال أمامي وداع أخير. قال روب: لم أراك إذن. تركه جون واقفا هناك في الثلج محاطا بالعربات والذئاب والخيول. مشى مسافة قصيرة إلى مستودع السلاح حيث التقط حزمة متروكة في انتظاره، ثم قطع الجسر المغطى إلى داخل الحصن. كانت آريا في غرفتها تملأ صندوقا مصقولا من خشب الصلب أكبر منها حجما بحاجياتها. كانت نيميريا تساعدها، ما على آريا إلا أن تشير بإصبعها
فتندفع الذئبة عبر الغرفة لتلتقط لفافة من الحرير في فكها وتأتي بها، وإن كانت قد تراجعت وجلست على قوائمها ونبحت فيهم عندما شمت رائحة جوست. نظرت آريا وراءها وثبت إلى قدميها عندما رأت جون، وألقت ذراعيها النحيلتين حول عنقه قائلة بأنفاس متقطعة: كنت أخشى أنك رحلت، لقد رفضت السماح لي بالخروج لأودعك. قال جون باسما: ماذا فعلتي؟ حلت آريا يديها من حول عنقه ولاح الضيق في ملامحها وهي تجيب: لا شيء، كنت قد حزمت حاجياتي وكل شيء. وأشارت إلى الصندوق الضخم الذي امتلأ حتى ثلثه فقط، وإلى الملابس المبعثرة في كل أنحاء الغرفة، وأضافت: السبتة موردن أمرتني بأن أعيد حزم كل شيء، تقول إن ملابسي لم تكن مطوية بعناية، تقول إن الليدي الجنوبية الحقيقية لا تلقي ملابسها داخل الصندوق كما لو أنها أسماء البالية. أهذا ما فعلت يا أختي الصغيرة؟ سوف تتبعثر الملابس على كل حال، فمن يبالي بطيها؟ السبتة مودرن تبالي، ولا أحسب أنه سيروق لها أن نيميريا تساعدك كذلك. رمقته الذئبة الصغيرة بصمت بعينيها الذهبيتين الداكنتين بينما تابع جون: لا بأس، لدي شيء تأخذينه معك ويجب أن تحزميه بعناية شديدة. أشرقت ملامحها وصاحت: هدية؟ يمكنك اعتبارها كذلك، اغلقي الباب. تطلعت آريا إلى الرواق في الخارج بحماسة حذرة وقالت: نيميريا احرسي هنا. تركت الذئبة في الخارج لتحذرهما من مجيء أي متطفل وأغلقت الباب. كان جون قد فك الخرقة التي لف فيها الشيء ورفعه إليها. اتسعت عين آريا الداكنتين كعينيه وقالت بصوت خفيض: سيف. كان الغمد مصنوعا من الجلد الرمادي ناعما كالخطيئة، وسحب جون النصل ببطء كي تلاحظ اللمعة الزرقاء العميقة في الفولاذ، وقال لها: هذا ليس لعبة، احذري أن تجرحي نفسك، الحواف حادة بما فيه الكفاية لأن أحلق بها. قالت آريا: البنات لا يحلقن. ربما يجدر بهن أن يفعلن، هل رأيت ساقي السبتة من قبل؟ ضحكت آريا قائلة: لكن هذا السيف رفيع جدا. وأنت نحيلة جدا، لقد طلبت من ميكن أن يصنعه خصيصا، مبارز البرافوس يستخدمون سيوفا مثل في بنتوس ومير وبقية المدن الحرة، إنه لن يطيح برأس رجل من فوق كتفيه، لكن بإمكانه أن يصنع في جسده ثقوبا عديدة إذا ضربت بالسرعة الكافية. قالت آريا: يمكنني أن أكون سريعة. سيكون عليك أن تتمرني على استخدامه يوميا. وضع السيف في يديها وأراها كيف تحمله، ثم تراجع قائلا: ها، ما إحساسك به؟ هل يروق لك التوازن؟ أظن هذا. قال جون: الدرس الأول اطعنيهم بالطرف المدبب. هوت آريا على ذراعه بالجانب المسطح من النصل، وعلى الرغم من أن الضربة قد ألمته إلا أن جون وجد نفسه يبتسم كالأبله وآريا تقول: أعرف أي طرف أستخدم. ثم إن نظرة شك اعتلت ملامحها وهي تردف: السبتة مودرن ستأخذه مني. فقط إذا عرفت أنه معك. لكن مع من سأتدرب؟ قالت جون مطمئنا: ستجدين أحدا، كينجز لاندينج مدينة حقيقية أكبر من مونترفيل ألف مرة، راقبي كيف يتدربون في الساحة إلى أن تعثري على شريك، اركضي واركبي الخيل واجعلي نفسك قوية ومهما فعلتي. كانت تعرف ماذا سيقول، وفي آن واحد ردد: لا تقولي لسانزا. بعثر جون شعرها وقال: سأشتاق إليك يا أختي الصغيرة. بدت فجأة كأنها على وشك البكاء وتقول: ليتك كنت قادما معنا. أحيانا ما تقود الطرق المختلفة إلى القلعة ذاتها، من يدري. كان يشعر بتحسن الآن وقرر ألا يسمح لنفسه بالاستسلام للحزن. يجب أن أذهب، سأقضي عامي الأول على الجدار في إفراغ أوعية الفضلات إذا تركت العم بينجن ينتظر أكثر. اندفعت آريا لتلقي نفسها بين ذراعيه مرة أخيرة، فقال جون محذرا وهو يضحك: ضعي سيفك أولا.
نحت السيف جانبا بخجل ثم أمطرته بالقبلات، وعندما التفت إليها وهو عند الباب وجدها تحمل السيف مرة أخرى وتجرب توازنه فقال: كدت أنسى، كل السيوف العظيمة لها أسماء. قالت: مثل جليد؟ ثم تطلعت إلى السيف في يدها وتساءلت: ألهذا اسم أيضا؟ ها قل لي. قالت جون مداعبا: ألا يمكنك التخمين؟ إنه نشاطك المفضل على الإطلاق. بدت آريا حائرة في البداية ثم استوعبت ما يعنيه، كانت سريعة البديهة حقا، ومعا ردد الكلمة: الإبرة. وعلى الطريق الطويل شمالا بثت ذكرى ضحكاتها الصافية في الدفء.